طلعوا سبيشال او سبيسيال على كيف. شوفوا لي على هالسندويشة وعلى هالطلع وعلى هالغرض اللي جايبه معه الزبون وبداني احط له اياه بقلب السندويشة. طبعا احنا بنحط اغراضنا مثل عادة طراطور وبيواز ومخلل وبندورة هلا بننزل عليها بشرحات اللحمة. بسم الله ما شاء الله. طبعا عم صور الفيديو على السريع لاني محجوب بدكم ما كثير، بس الطلب كثير استغربته انا وغريب يعني الصراحه. ان شاء الله بكي بدي ذوقه انا وجربه، انا لحد الان ما جربته بس ان شاء الله بدي اجربها هلا. هو عم يقول لي كثير مفيده وكثير منيحه للصحه يعني. جايب معه كم قطعه زنجبيل، بدأ باللحمة زنجبيل. هلا هو الزنجبيل فوائده لا تعد ولا تحصى ممتازة، بس أما مع الشاورما لسه ما جربته أنا. هيك مع عصرة الليمون فوق منه مع لبس الرمان، يا عيني على الدلال. والله هذا زبون صراحة بيفهم يعني. الزنجبيل فيه فوائد كثيرة والله، ما بالكم مع الليمون مع اللحم، يعني كاملة سندويشة كاملة بالدسم. هلا على التحميص هاي صارت جاهزة، هي الصربوش وهي العصفورة. طبعا هي الصندويشة كتير مميزة يا جماعة، بالنسبة لي أنا مميزة، صاحبها مميز لسه ولألكم ضيق شوي. ها حطوا له قطعة الزنجبيل هيك على وشها كمان مشان أول لقمة هلا، مع لبس الرمان على وشها مع عصرة الليمونة. يا سلام يا سلام. هيك تفضل يا غالي، ان شاء الله الف صحه عوافي، الله يسعدك. اهلا وسهلا فيك حبيبي، والله حبيبي.